الأساسي هو مأمورية هالها لفخامة رئيس الجمهورية. ونختاروا تفعيل المواد القانونية ذاك. عبروا عن رضا سكان بلديات مقاطعة مقدر عجار وتمسكهم بقيادتهم الوطنية التي دأبت على أن تجعل من سكان مقاطعة مقدر عجار شعبا واعيا يشكر نعمة الله عليه. يجيهون لياك يستقبلوكم معالي الوزير الأول وياك يعبروا من خلال استقبالهم لكم من أجل تنمية قرانا وبلداتنا وأحيائنا. نتمسك بالرئيس محمد بن عبد العزيز.